هذا المقبل حسب نشرية خاصة، أقول نشرية جوية خاصة، المتابعة لفضيل مختار يصفي. موجة أخرى من التقلبات الجوية ستعرفها 22 ولاية حسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في آخر نشرية خاصة بها. فعلى ارتفاع يتجاوز 600 متر ثلوج ستكسو مرتفعات الولايات التالية: تسم سيلتا، عين الدفلة، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، بوجبوعريريج، سطيف، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، ميلا، قسنطينة، جالما، سكهراس، باتنا، أم البواقي، خنشلة وتبسة. هذا وينتظر استمرار هذه الأجواء إلى غاية السبت المقبل، والتي يبلغ سمكها خلال هذه الفترة من 20 إلى 50 سنتيمتر. كما ستشهد كل ولايات الوسط والشرق أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بسقوط البرد، حيث سيبلغ الحد الأقصى لتساقط الأمطار ما بين 80 و100 مليمتر محليا، والتي ستدوم إلى غاية يوم الأحد المقبل. في الرياض اختتمت اليوم